فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كانت المرأة حائضا وطهرت بعد صلاة العصر، فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر؟ نعم، إذا طهرت في آخر الصلاة التي يجمع إليها ما قبلها إنه يلزمها الفرض الأول مع الفرض الثاني، وتجمع بينهما في وقت الثانية إذا اغتسلت. نعم. ثم يقول حفظك الله: إذا طهرت بعد طلوع الشمس فهل يلزمها صلاة الفجر؟ لا، طهرت بعد خروج الوقت لا يلزمها، لا يلزمها صلاة، لأنها طهرت في غير وقت صلاة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.